فيزال محمد رجاء فرحات يحيي ماضي الحبيب بورقيبة في جزء من حياته السياسية المتمثلة في خطابه في بالماريون. شنو كنت تحكي لنا على آفاق بورقيبة في المستقبل؟ آفاق بورقيبة سياسيا ولا مسرحيا؟ مسرحيا. مسرحيا قاعدين توا في رحلة مع القسم الثالث من مسرحية بورقيبة. القسم الأول هو السجن الأخير، حياته في دار الوالي في المستير، قعد 13 سنة سجين بن علي، وبالطبيعة مع الذاكرة متاع حياته متاع القرن العشرين التونسي. استعرضنا الفيلم الكبير متاع تاريخ تونس في القرن العشرين، ثم مشينا للهدايا الخطاب البالماريوم اللي يمثل محطة كبيرة. كل مسرحية تتناول موضوع معين. في تونس اليوم عندنا برشا تساؤلات، باش نعملوا تونس بعد الثورة، بعد سقوط النظام الاستبداد، إيش باش نعملوا بالديمقراطية متاعنا، إيش باش نعملوا بالأخطار المحيطة بينا، كيفاش نقوي الجبهة الداخلية. عندنا مسرحية نيفرتيتي اللي هي في طور الإنجاز، إن شاء الله تقدم في الخريف القادم بعد الرحلة التي سنقوم بها بمسرحية بورقيبة إلى أمريكا. ماشيين للجامعات الأمريكية الكبرى إن شاء الله، في ييل وكولومبيا وهارفارد، وبعد نمشيو لجامعة موريال. عندنا جولة أمريكية ننتظر منها الكثير، يعني للتعريف بهذه الدرس الكبير. احنا نعمل في مسرح تاريخي، مسرح وثائقي، هو تعلم التاريخ، ويل لشعب ليس له تاريخ. اوكي هذه التظاهرة خيرية منظمة من قبل جمعية الهلال الأحمر تتمثل في شراء قفة رمضان، ولم تشهد إقبال جماهيري وفير على قول حمادي الخضري رئيس الجمعية لكثرة الجمعيات وتمزيق اللافتات. ضعيفة جدا جدا. وعلي زعمة الظروف تاع كثرة الجمعيات اللي حكيت لك عليهم. انتهت المسرحية ولم تنتهي مسيرة الممثل محمد الذي سيحملنا إلى حضارة مصر وملكتها نيفرتيتي.